سكن كل بنغازي. هذا الشاب الحالم، هذا الشاب الذي التحق بالثورة يوم 17 فبراير، هذا الشاب الذي قرر أن يرسم للعالم كل ما يحدث في بنغازي، هذا الشاب الذي صرخ في وجه معمر القذافي بأنه لا يخاف الموت، هذا الشاب المقاتل، هذا الشاب الذي أسس لصوت ليبيا الحرة ولقناة ليبيا الحرة، الشهيد البطل، شهيد التقنية، شهيد ليبيا، شهيد الحرية، محمد مصطفى نابوس. أسرة الشهيد محمد مصطفى نابوس. هكذا كان محمد مصطفى نابوس. هذه ابنة الشهيد محمد مصطفى نابوس وزوجة الشهيد محمد مصطفى نابوس. أقسم لكم بطهر دم الشهيد بأن هؤلاء لن ننساهم ولن تنساهم ليبيا. برصاصة قناص جاء من هناك من بعيد، عندما سمع بأن بنغازي انتفضت، بنغازي أعلنت الثورة على الطاغي والطغيان، جاء يحمل جيتاره ويغني ويقاتل، أشاد به كل العالم. هكذا روى الدماء المهندس الفنان المقاتل رامي شعيب الكالح الحاسي دماء هذه المدينة الطاهرة. أسرة الشهيد رامي الكالح تستلم درع تكريم الشهيد رامي الكالح الذي لم يغادرنا وإن غادرنا جسدا. أروع هذا الشاب الشهيد قيس الهلالي، أسرة الشهيد قيس الهلالي، وتكريم بنغازي لأسرة هذا الشهيد البطل. Thank you.